فأتبع سببا مع الأستاذة اعتدال إدريس ونهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج فأتبع سببا، يعطيكم العافية. زي دائما نذكركم اللي ما سمع الحلقات اللي فاتت وحاب يسمع كل حاجة صارت في البرنامج بإذن الله يلاقيها على اليوتيوب على قناة ألف ألف أف أم. أنا معكم نهى سعدي، ضيفتنا يوميا الأستاذة اعتدال إدريس، ونستكمل. لكن أولا نرحب فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا بنتحدث عن صلح الحديبية، ولما انتهت المعاهدة ورجع أبو جندل مع سهيل اللي هو مع أبوه، فهنا رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص قوموا فانحروا. ما حد قام، عددها ثلاثة مرات كررها عليهم، ما حد من الصحابة قام. طب يعني تعرفوا مش معناته انهم هم عاصوا رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مو معناته عصيان، هم كانوا متألمين جدا وكانوا ينتظروا انه ينزل وحي وزي ما تقول ايش يبطل المعاهدة دي كلها، فما بدهم يحلقوا. فدخل رسول صلى الله عليه وسلم مغضبا، وكانت معاه من زوجاته أم سلمة، فقال لها هلك القوم. فقالت له يا رسول الله اخرج الآن، نصيحتي ليك انك تخرج ولا تكلم احد، وادعو حالقك، يعني ادعى الحلاق حقك خليه يحلق شعرك انت، فلما حيشوفوك انك انت اول واحد حلقت حيعرفوا انه خلاص الكلام ده ما في رجعة ولا في مراجعة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، اخذ برأيه صلى الله عليه وسلم، وهذا احترام للمرأة انه كيف يأخذ بنصيحة امرأة، مش بعض الناس اللي يقول لك والله شاوروهم وخالفوهم، يعني كلام غير صحيح. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى للمرأة مكانتها واخذ بنصيحتها، لانه فعلا بكلامها هي بنصيحتها يعني جنبت المسلمين انهم يقعوا في غضب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ودع حالقه فحلق شعره. طبعا الصحابة بمجرد ما شافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق فقاموا كلهم، كل واحد يحلق للتاني، حتى يقولك فكاد بعضهم يقتل بعضا من كتر ما هم مجهورين، كل واحد يحلق بكل حرته للتاني حتى كانوا قتلوا. طيب فطبعا جو كمان إضافة للحادثة اللي حصلت، جو نساء مهاجرات من مكة مسلمين، وجو بدهم يلتحقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عنده في الحديبية، فبعض النساء خرجوا من مكة. فسهيل قال له يا محمد النساء، قال له لا، الصحيفة اللي بيننا وبينك تقول أيما رجل ولم يقل أيما امرأة، فالنساء من رجع لكم هم. فنزلت الآيات ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب يعني حتى عمر بن الخطاب كانت له امرأة كافرة في مكة ما أسلمت فطلقها، وبعض الصحابة كانت لهم نساء كافرات في مكة ما أسلموا فطلقوهم، وجاء النساء للرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرات، فهنا فامتحنوهن، كان امتحان يا النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اللي هو البيعة إن لا يزنين ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، هذه في سورة الممتحنة تجد الآيات دي. طيب فهنا عمر زي ما قلنا طلق امرأتين كانت عنده على الشرك فطلقهم. طيب اللي حصلت من المعاهدة، أن البنود حقت المعاهدة هذه، طبعا أنت لاحظ أنه قريش استفادت، قريش أنه رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وحيجي السنة الجاية وحيقعد بس 3 أيام، فهي منتصرة وما في حرب 10 سنين فمنتصرين، وكمان اللي حيسلم من عندهم يرجعوه، اللي يسلم من عندهم يروح يرجع الرسول، واللي يكفر من عند محمد يأخذوه، طيب ما يرجعوا لهم. هو هنا طبعا يعني بدأ عمر بن الخطاب مهاين عليه هذا الأمر، يعني كان مرة منزعج وحزين جدا، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انت ما قلت انه احنا حنطوف؟ وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية حقته حق. طيب فقام يعني الرسول قال له انا قلت لك حتدخل السنة هذه؟ قال له لا، قال له زين حندخل، يعني قال انا شفت في النوم ان احنا دخلنا معتمرين، طيب بس مو دي السنة. ونزلت الآيات لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هذا في سورة الفتح. طيب فقال له أنا ما قلت لك إنه حندخل السنة هذه، يمكن بس أنا قلت لك ما حنشوف، أنا شفت في النوم إن إحنا دخلنا الحرم. فهنا عمر بن الخطاب قال له طيب يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له إلا. وهم على باطل؟ قال له إلا.
قال له أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بلى. قال له فيما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ليش يا رسول الله نتنازل ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم ليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. شوفوا كيف منتهى الثقة، هذه قبل ما تنزل سورة الفتح. فقال له أنا رسول الله ما حعصيه وأنا متأكد أنه حينصرني. فراح عمر برضو متغيظ لأبو بكر ونفس الكلام قال له ألح أن أصنع على الحق هذا. فقام قال له هنا أبو بكر زود عليه قال له يا عمر استمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق، يعني خليك ماسك بغرزة الرسول صلى الله عليه وسلم ألين تموت فهو على الحق. فنزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا عمر يعني ندم على كلامه. طب يجي واحد يقول طب إيش الفتح اللي حصل؟ يعني ما فتحوا مكة هم، إيش الفتح اللي حصل؟ هو بالعكس بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم صار يراسل الملوك، يراسل يعني القبائل الثانية، هدأت الحرب. هنا حصلت طب أبو جندل إسر له، في واحد بده يقول طب إيش أبو جندل إيش حصل له؟ أزمتهم تحلت. كيف تحلت؟ لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة واطمن بيها، في كان رجل مسلم في مكة اسمه أبو بصير، هرب منهم وراح لإيش؟ لقريش، للرسول صلى الله عليه وسلم. فقريش أرسلت وراء رجالين عشان يرجعوه. دخل أبو بصير للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في المسجد، ورجوا الرجلين وراء قالوا له يا محمد العهد. فقام أبو بصير الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبو بصير ارجع معهم أنا ما أقدر أقبلك. أخذوه أعطاهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوه خرجوا به ألين وصلوا عند الحليفة. طيب فجلسوا قاعدين بيأكلوا، فقام أبو بصير قال لواحد من الرجالين قال له والله أنا شايف سيفك يا فلان هذا مرة مزبوط. طبعا هداك أتاكل بعقله واغتر بنفسه وراح خرج السيف قال له إيه والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت هذا. قام قال له أبو بصير طب وريني أشوفه كيف، فأعطاله السيف. أبو بصير مسك السيف وقتل واحد فيهم. الثاني هرب على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. رجع الرسول فلما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم هو مفجوع فقال لقد رأى هذا ذعرا، يعني هذا مفجوع. جاء الرجل قال له قتل صاحبي وأنا مقتول. جاء أبو بصير قال له يا رسول الله أنت وفيت العهد خلاص، أنت رجعتني كون إن أنا هربت ما عليك شيء. طيب هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة أخذها أبو بصير في باله وسوى حركة رائعة جدا. إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني إيش ده الكلام؟ يعني زي ما تقولي إحنا بعض الحين أجي أقول لك أعطيك كده شيء مثال مثلا بمواربة بس أنت تفهميه، فبأقول ترى والله دي حتسوي الأفاعيل لو إيش لو كان معها أحد، وأنت فهميها أنت وذكائك. فقال ويل أمه، دي كلمة يقولوها العرب عن إيش؟ والله حيسوي البدع ده، والله حيسوي الأفاعيل، مسعر حرب حيشعل حرب لو كان معه أحد. ففهمها ده طيب وإيش؟ وخرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وراح منطقة اسمها سيف البحر. سيف البحر دي منطقة قريبة بين جدة وينبع كده، هناك منطقة موجودة هناك قعد فيها. أبو جندل سمع أنه أبو بصير الرسول صلى الله عليه وسلم رده خلاص يا قريش ما لكم دخل، فصار هرب كسر القيود وهرب راح مع أبو بصير. كل واحد صار يسلم يهرب ويروح. هنا تعرف إيش سووا دولة؟ مسكوا قافلة قريش صاروا يقطعوا الطريق عليها، اشتغلوا قطاع طرق، فكل ما تمشي قافلة قريش يهجموا عليها. آخر شيء قريش راحت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أي أحد بده يجي من عندنا خذ هذول المجموعة اللي عندك. تخيلوا إنه خلاص اتنازلوا عن ده الشرط لأنه أتضررت تجارتهم. الرسول قال لهم أنا ما لي دخل خلاص أنا وفيت عهدي. أيوة فهم اتجمعوا وقال لك ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد، فهموها وجاءوا عملوا عصابة قطاع طرق. قريش تنازلت عن الشرط هذا، خد يا أبوه يا اللي بدي يسلم من عندك ولا إيش. ومنها أسلم مين؟ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص أسلموا بعد صلح الحديبية. فتخيلوا سبحان الله العظيم لما لو كان الشرط هذاك موجود ما كان قدروا يسلموا.
فهنا أسلموا. طبعا قعدت الفترة هذه كلها الفترة المهادنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الكتب إلى كسرى والنجاشي والمقوقس وقيصر، بدأ يكتب لهم اللي استجاب، يعني اللي أهدى هدية، ومنها جاءت ماريا اللي أنجب منها ابن إبراهيم، جاءت هدية وملك مصر، كانت شيء مرة طيب بالنسبة إيش ليهم. طبعا حصلت غزوة خيبر وغزوات تانية هذه، لكن أباكمل على أساس اللي هو سورة الفتح، لما نشوف فتح مكة كيف حصل. فتح مكة حصل نتيجة لإيش؟ إحنا مقلنا إنه اللي تبى تدخل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل، واللي تبى تدخل في عهد قريش تدخل. طبعا قبل ما نكمل نتكلم عن فتح مكة، السنة اللي بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العمرة، عمرة القضاء، وجاء مكة طيب وأخذ العمرة فيها. فطبعا السنة اللي بعدها لما جاء هلال ذو القعدة وقال له ما يتخلف أحد شهد الحديبية، جو خرجوا إلا اللي استشهدوا وماتوا خلاص، وخرجوا معهم عدد آخرين كان عددهم 2000 غير النساء والصبيان، ودخلوا مكة. طبعا جلسوا 3 أيام، قريش ما هي قادرة تجلس في مكة لأنها يعني ما تقدر تشوفه كده غيظ على قلبها. فلما غلقت 3 أيام أرسلوا له قالوا له الآن يا محمد خلاص أخرج، غلقت 3 أيام اللي إحنا إيه حتى فيها. تعرفوا الرجال ما تشوفوهم يجروا في السعي عند النور الأخضر وفي الطواف يجروا بعض الأحيان، فأن قريش قاعدة تتكلم تقولوا شوفوا هذا محمد وأصحابه أنهكتهم حمى يثرب، لأنه المدينة كانت فيها أوبئة وكانت فيها أمراض، فيقول جسمهم صار ضعيف. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اطبعوا، اكشفوا عن كتفه هذا واجروا وروهم كيف قوتكم. فهنا كان فيها الاطباع اللي هو السنة اللي وضعت فيها. بعدها طبعا في معركة مؤتة صارت بعدين حنتكلم عنها، بس نبغى نتكلم عن فتح مكة. حنتكلم عن فتح مكة لكن يعني بعد الفاصل إن شاء الله. شيء مثير جدا للإعجاب إنه الصبر يعني من السنة للسنة، يعني أستاذ اعتدال أنت بتقولي السنة اللي بعدها عمل كذا، قال له أصبر للسنة اللي جاية. يعني إحنا يمكن الآن الشيء لو مو بعد بكرة بننسى وبيبرد قلبنا منه مع الأسف يعني. يعني أنا أحد من هذول الناس، أنا ما بتكلم على اللي يسمعونه لا، أنا بتكلم حتى عن نفسي، بيبرد قلبنا ولو مو الآن تحصلت عليه أو خلال اليومين أو أخذ تاريخ أو وقت، سبحان الله يصير نصير زنانين بصورة رهيبة. سبحان الله، نبغى تاريخ ونبغى موعد كأنه إحنا ضامنين. يعني الله يطول في عمرنا إن شاء الله في طاعته. يعطيكم العافية مستمعينا، بعد الفاصل مكملين معاكم وبرنامج فأتبع سبب أستاذ اعتدال إدريس، خليكم على السمع. فأتبع سببا مع الأستاذة اعتدال إدريس ونهى سعدي. مكملين معكم مستمعينا في برنامج فأتبع سببا، أهلا وسهلا. عشان نتكلم الآن عن فتح مكة. طبعا حصلت كذا غزوة، اللي هي غزوة مؤتة وغزوة خيبر والمراسلات بينهم وبين يعني في الفترة هذه. فحصل سبب غزوة فتح مكة إيش اللي حصل فيها؟ احنا قلنا قبيلة خزاعة دخلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت في عهد قريش. صارت كل القبيلتين خزاعة وبنو بكر كانوا الاثنين زي ايش لما نقول زي الشحم على النار، يتضاربوا دائما ويتقاتلوا. لما دخلوا في العهد وقفوا. فطبعا المشكلة انه اللي حصل معهم انه كان في بينهم ثارات لسه ما اخذوها من بنو بكر. في شهر شعبان سنة 8 للهجرة، بنو بكر مجموعة من بني بكر أغاروا على خزاعة في الليل. طيب هجموا عليهم وأصابوا منهم رجال وقتلوهم، والمشكلة إن قريش أعانت بنو بكر بالسلاح. فمعناتها نقضت العهد وقاتل معاهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل. طبعا ألين وصلوا خزاعة جروا وعشان بدهم يدخلوا الحرم. عادة لما يدخل أي إنسان الحرم، حدود الحرم مش الكعبة، حدود الحرم يتوقف القتال، ما يقاتلوا في داخل حدود الحرم أبدا، ما يقاتلوا. مش الكعبة يا جماعة اللي قلنا إحنا الحدود اللي هي اللي عند التنعيم وعند الشماسي اللي بعدهم، الحدود اللي تشوفوها الآن بداية حد الحرم وبداية في اللوحات اللي تلاقوها الآن زاهم الله خير، يعني بيحطوا اللوحات بحيث إنه فعلا كل إنسان يعرف إنه هذه حدود الحرم ويعظم البلد الحرام. فلما دخلوا هناك فقاموا بنو بكر قالوا، يعني قالوا الواحد اللي هو اسمه نوفل بن معاوية، فقالوا له اللي هو كان معاهم، قالوا له دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقام إيش قال كلمة عظيمة، يعني إلهك إلهك يعني ربك في الحرم هنا ما يصير إنك أنت تقاتل.
فقال لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري أنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم. طبعا دخلت خزاعة مكة وراحوا لدار بديل بن ورقاء الخزاعي وواحد تاني اسمه رافع. واحد اسمه عمرو بن سالم الخزاعي خرج بسرعة وجري للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو جالس مع إيش مع أصحابه، فبدأ يقول شعر. يعني دائما يعني سبحان عظيم في الأعراب والعرب يعني يتفننوا في الشعر ويقولوا الشعر، وبعدين سبحان عظيم أفضل اللغات هو الشعر حقهم جميل. فقال يا ربي إني ناشد محمدا حلفنا وحلف الأبيه الأتلدة. فصار إيش يعني يتكلم إنه حصلت لنا مشكلة وأخذنا على غدر فانصرنا فقتلونا ركعا وسجدا وهذا. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه صرت يا عمرو بن سالم. فشاف سحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء فقال هذه السحابة تستهل بنصرنا حننتصر. وخرج بديل بن ورقاء من الخزاعي في نفر من خزاعة وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له مش من اللي أصيب مننا وكيف قريش ظاهرت عليهم ورجعوا المكة. قريش بعد ما حصل هذا الأمر عرفوا إنهم سووا مصيبة، فمعناته الآن حيجي الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هم نقضوا العهد، فكان يعني نقد وغدر صريح. أحست قريش بغدرها. أبو سفيان قال أنا حروح إيش أكلم محمد. طبعا قبل ما يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. قال لهم ترى حيجوكم بعد شوية أبو سفيان أساس يزود المدة. وفعلا خرج أبو سفيان وفي الطريق قابل بديل بن ورقاء الخزاعي اللي هو راحه للرسول. قال له من فين جاي أنت؟ قال له كنا في مكاننا كده بعصفان وهذا. فقال له أنت ما رحت لمحمد؟ قال له لا. طبعا هو راح لمحمد بس ما رضي يقول له الحقيقة. هو أبو سفيان بده يطمن وصل الخبر للرسول ولا ما وصل له. فطبعا لما مشي بديل شوية فأبو سفيان الله يكرمكم مسك الروث حقة الجمل حقهم فلقى فيه النوى حق التمر، لأنه هو إيش النوى حقه شوف كيف الدهاء ترى أيوة يعني يأكلوا هم الجمال حقونهم يمسكوا النوى اللي هي البذر حق التمر ويخلطوه مع أشياء تانية ويأكلوه للجمال يعني تعطيهم فائدة. فلما انفت الله يكرمكم الروث حقه ولقى النوى فقال والله ذا كذب علينا، ذا كان في إيش في المدينة، خليني أروح بسرعة وإيش وأجدد العهد قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب جيش ويجي علينا. فقام إيش دخل المدينة راح على مين؟ على بنته أم حبيبة بنت أبو سفيان. طيب أم حبيبة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف هو بيعادي. طب أم حبيبة كيف تزوجة الرسول؟ أم حبيبة كانت متزوجة رجل من المسلمين وهاجرت الحبشة معاه، لما راح الحبشة هناك زوجها تنصر وارتد. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطب أم حبيبة، فجهز له هي ودفع لها المهر النجاشي وأرسل له أم حبيبة، فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. تعرف أبو سفيان إيش قال؟ مع أنه عدو محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا مطمن على بنت عند محمد أكثر ما كنت مطمن عليها عند الرجل اللي زوجته. يعني شوف سبحان العظيم كيف ناس غريبين يعني مبدأ وبدون مبدأ إنه مجرد ما سافر وصل لمكان ثاني ارتد عن هذاك طبعا غير بس هو مطمن عليه على بنته. فلما دخل عندها لبنت أم حبيبة فشي بده يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، قامت بنته طبقت الفراش وشالته. فقام قال لها يا بنية أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني؟ يعني أنت كنت ما تبغيني أنا أجلس الفراش علشاني ولا علشان الفراش؟ لو علشاني معناته أنا قيمتي أعلى من قيمة رسول الله، ولو شلت الفراش معناته أنه أنا قيمتي أقل من قيمة الفراش أنك أنت ظنيت أني أنا أجلس على الفراش. قالت لهم بل رغبت بالفراش عنك. رسول الله أبوها كافر عملته بطيب لكن ما خليك أنت كافر نجس تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده قالت له أنت رجل مشرك نجس. فقال لها والله جاك شر بعد ما فيك ما إيش ما صار فيك طيب. خرج عشان يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي يكلمه ما رد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رد، وقف على رأسه يكلمه والرسول ما رد عليه. رحل أبو بكر
قال له أبغاك تشفع لي عند الرسول أكلمه بس يتكلم معايا. قام قال له عمر أبو بكر ما حكلم ما حسوي. راح لعمر، عمر قال له أنا تبغاني أكلم لك هو؟ أنا والله لو ما لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بي، يعني لو ما لقيت إلا النمل الصغير أجاهدكم بي، مو أنا أكلم لك الرسول هيروح عني. دحين أكلم أبو بكر ما رد عليه، أبو عمر ما رد عليه، راح لعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب قاعد وعنده فاطمة وابنهما الحسن صغير يدب بين يديهما. فقال له يا علي إنك أمس القوم برحمة، أنت قريب مني وأنا جيت في حاجة، فلا ترجعني زي ما جيت خائب، أشفع لي لا محمد. فقال له ويحك يا أبا سفيان، هذا علي قال له ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة، شوف يا أبو سفيان اللي هو من صناديد قريش ومن كبارهم، إيش قال للفاطمة؟ قال لها ممكن تأمر ابنك هذا الحسن يجيرني بين الناس؟ الحسن ده الصغير إنه يقول إنه هو أجار أبو سفيان، يعني أبو سفيان يصير ما حد يقدر يتعرض له أو حسن فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. قالت له والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، يعني ما يقدر يجير أحد، وما يجير أحد على رسول الله، ما حد يقدر يجير. طبعا ظلمت الدنيا أمام علي أمام أبو سفيان. فقال للعلي قال له طب إيش يعني إيش تنصحني إيش أسوي الخطوة الجاية؟ أيوة. فقال له والله ما أعرف لك شيء يغني عنك، أنت سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس، أنت قول أنا أجرت نفسي وألحق بأرضك. قال له تعتقد أنه هذا يغني عني شيء؟ قال له لا والله ما أظن يعني كله بس هذا مقفلة ولكن لم أجد لك غير ذلك. فقام إيش أبو سفيان في المسجد وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، وركب بعير وانطلق. لما جاء لقريش قالوا إيش ورائك؟ قال لهم جئت محمد كلمته ما رد علي، وجئت ابن قحافة ما رد علي، ما لقيت في خير، وجئت عمر ولقيته أدنى العدو يعني أكثر واحد، وجئت علي فوجدت ألين القوم. وقال هذا قال له طب أمرك بشيء؟ قال لا والله ما أمرني، قال يجير بين الناس. قال أجاز ذلك محمد؟ يعني هل محمد قال أنا قبل جوارك؟ قالوا لا. قالوا ويلك الرجال لعب فيك، يعني التريق عليك ولعب فيك هذا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ إيش يتجهز للغزو، فكان دائما يدعي اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. كان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كل غزوة إيش يعني مثلا يكون رايح يمين يقول أنا رايح شمال عشان ما يعرفوا ما يعرف الأعداء. فقال إيش بدأ يجهز للغزو، ف يعني زياده في الاخفاء في الاخفاء كمان ارسل سريه فيها 8 رجال لمنطقه كده بعيده، وارسل سريه تانية هنا عشان الناس زي ما تقول ايش اتشتتوا. عرفوا بعض الناس انه الرسول صلى الله عليه وسلم حيغزو قريش، من ضمنهم واحد اسمه حاطب بن ابي بلتعه، هذا صحابي وهذا كان من ضمن الناس اللي دفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وشهد بدرا. فراح كتب كتاب خيانة دي للرسول صلى الله عليه وسلم لقريش يقول لهم ترى الرسول حيجي يغزوكم في بلدكم. وأرسل معه جارية، طيب وهذه الجارية قال لها روحي. طبعا دي الجارية لها قصة يعني حناخدها إن شاء الله لما إيش نتكلم عن المهاجرات وهذه. فقال لها روحي ودي. جبريل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ترى في جارية كذا كذا في هذه. فمسك علي والزبير وقال لهم روحوا في المنطقة الفلانية حتلاقوا امرأة خذوا منها الكتاب. وصلوها ومسكوها، خرج الكتاب قالت لهم ما عندي شيء، فتشوا متاعها ما لقوا فيه شيء. فقالوا لها شوفي رسول الله ما يكذب، حتخرجي لنا الكتاب ولا حنجردك من ملابسك. لما شافت الجد عندهم قالت لهم طب ديروا وشكم، داروا وجههم فحلت ضفائرها، كانت حاطة الكتاب في وسط الضفائر حقتها، شوف سبحان الله التهريب كيف سهر معها. فخرجت لهم هو وجابوها ورجعوها للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاب الرسول حاطب. قال له ما فعلك بذلك؟ طيب طبعا ما هذا يا حطب، يعني بدل ما قال له حاطب يا حطب، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان منه. فقال له لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدد ولا بدلت، يعني ترى أنا مؤمن والله ما ارتديت، ولكني كنت امرأة ملصقا في قريش لست من أنفسهم، يعني أنا واحد وضيع
يعني ما لي نسب ولا لي أصل، وماني من القبائل الكبيرة، وعندي أهل وعشيرة وولد سبتهم في مكة هناك، ما في قرابة يحموهم، فحبيت إن أنا أسوي يد عندهم جميلة يصير يحموا إيش أهلي وقرائبي. فقام إيش عمر بن الخطاب قال له، طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عنده لعب، قال له دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. جميل جميل جميل. ونستكمل إن شاء الله الحلقة الجاية في برنامج فأتبع سببا، أستاذ اعتداد إدريس، أنا معكم نهى سادي، انتظرونا غدا بإذن الله في نفس الموعد. فمن الكريم، مع السلامة.